Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aaj ka drushi. Aaj yaum-e juma hai. Aur yaum-e juma durood o salam ka din hai. Hamare kareem aqa ka hukm hai ke jume ke din mujh par زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو. تو آئیے اسی بہانے زیادہ سے زیادہ اور کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی الحبیب المشفع طه اصفى النفوس وازکاها وأطهر القلوب وأصفاها صلاة لا تتناهي ولا يبلغ مداها، فهو صلى الله عليه وآله وسلم روح الاكوان وسر بقاها وحيات الارواح وغذاها وسيد القيامه وكاشف بلواها من بين للخلق هداها وأزال عنها عناها صلاة تجلي لنا الحقائق حتى نراها صل عليه يا ربنا ما تجلت الشمس وضحاها والليل إذا يغشاها صل اللهم إليه وآت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بجاه النبي العظيم خير الخلق وأحلاها وأفضلها منزلة وأعلاها وأحسنها رتبة وأبهاها صلى الله عليه صلاة لا يدرك فهواها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام مؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات کو سفر المظفر کا آخری جمعہ شریف مبارک ہو.